السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وفي أفضل الأحوال. اليوم تطرقنا للبحث ولا موضوع ديال الحضارة المغربية، حيتاش تقريبا المستوى السادس كلهم تقريبا عندهم الوحدة الأولى فيها الحضارات. هنا درنا بحث مشروع بحث على الحضارة المغربية. كي تشوفوا أول حاجة كنعرفوا بالمغرب، الموقع ديالو، من بعد كنطرقوا المواضيع الاساسيه. اين فكنهضروا على الحضاره، راه كنهضروا على اللغه، اللباس، الطبخ، العادات والتقاليد، هادو اهم الاشياء، والموسيقى كذلك اهم الاشياء اللي خصنا نهضروا عليها، واهم المواضيع اللي خصنا نطرقوا ليها فاش نهضروا على الحضاره ديال شي بلد. كي قلت لكم خصنا نهضروا على الموقع ديال البلد، اللغه ديالو، العادات والتقاليد ديالو، الحرف والصناعات ديالو. كنت منعجبكم موضوع، وضروري الاستعانه بالصور والرسومات في اي موضوع بينا نديروه. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.